خلك على الموجة السعودية ألف ألف أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أنا سلطان الغشيان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي برا 18، البرنامج اللي يناقش أهم وأبرز الأخبار والقضايا الرياضية بكل حيادية إن شاء الله وبكل جراءة. يرافقني في الاستوديو الكابتن والمحلل الرياضي لبرا 18 فيصل بامحرز، مساك الله بالخير كابتن فيصل. مساك الله بالنور والحمد لله. سلام أو سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله. الله يسهل. طبعا عذروا من الحين على صوته ونكحكح ولا هذا صح مقدما. نروح العناوين. التعاون يعيد الاتحاد لدوامة الهزائم ويتغلب عليه بهدفين، والزعيم الهلالي يتربع على صدارة الدوري بثلاثية في مرمى هجر، والفيصلي يحرم الشباب من فرصة الانفراد بالصدارة ويتعادل معه إيجابيا، والنصر يواصل انتصاراته تحت قيادة ماتورانا ويكسب الرائد برباعية، وأنباء عن قرب توقيع هوساوي للأهلي ورئيسه ينفي والإدارة الهلالية تفضل عدم التعليق. للتواصل معنا مستمعينا الكرام في برنامجكم الرياضي برا 18 عبر الرسائل النصية STC 84 7700 وموبايلي 640-660 وزين 7462 اللي بيتواصل معنا عبر الهاتف ويقول رأيه في مباريات الجولة 14 يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه والكنترول إن شاء الله بيرجع يتواصل معه. طبعا اليوم اختتمت الجولة 14 أو مباريات الجولة 14 من دوري زين السعودي بعد مباراتين كانت التعاون مع الاتحاد وأيضا الهلال وهجر، والمباراتين انتهت لصالح الهلال والتعاون حيث تفوق التعاون على شقيقه الاتحاد بهدفين مقابل هدف. أما الهلال فقلب النتيجة على هجر بعد ما كان متقدم هجر بهدف في الشوط الأول وقلب النتيجة الهلال بثلاثة أهداف. ناخذ المباراة الأولى فيصل، يعني تربع الهلال على صدارة الدوري بعد فوزه اليوم على ضيفه الهجر بثلاثة أهداف لهدف في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن لقاءات الجولة 14 من دوري زين السعودي. طبعا كانت بداية اللقاء غير متوقعة للهلاليين بعد ما أحرز محمد الخميس هدف هجر بعد استغلاله لخطأ من الحارس حسن العتيبي ليسددها بقوة في المرمى الهلالي كهدف أول، بعد ذلك رد عبد العزيز الدوسري بهدف التعادل بين كرة ثنائية أو بعد كرة ثنائية كانت بينه وبين اللاعب محمد الشلهوب. وفي الشوط الثاني تغير يعني وضع الهلال قليلا يعني بالنسبة لمشجعينه، واستفاد العربي من عرضيتين، الأولى كانت من سلمان الفرج برأسه والثانية كانت عن طريق البيشي سلطان وسددها بقدمه مستغلا ثغرة ما بين قلوب الدفاع في الفريق الهجر. بهذه النتيجة الهلال يحقق الصدارة ب 35 نقطة، أما هجر فتراجع إلى المركز الثاني عشر ب 12 نقطة، هذا بعد طبعا استفادة أو بعد فوز التعاون على الاتحاد. فيصل ناخذ نظرة على مباراة هجر والهلال، يعني الجمهور الهلالي بعد مشاهدته لمباراة الاتحاد السابقة استبشر خيرا بأن المستوى عاد للهلال، يعني الكل يعرف أن الهلال كان يحقق نتائج دون مستويات وكان أغلب أو أغلب صوت الجماهير الهلالية أنه أهم شيء نحقق النقاط، والبعض الآخر كان يقول نحتاج إلى مستوى مثل ما احنا متعودين على الهلال بالإضافة إلى النتيجة. لكن اليوم شاهدنا في مباراة الهلال والهجر أن المستوى كان مختلف تماما عن مباراة الاتحاد، استطاع أن يفوز بثلاثة لكن انكتمت أنفاس الهلاليين تقريبا في الشوط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، شفنا بداية المباراة طبعا السيطرة كلها كانت للهلال، جاء آوت لهجر
بصراحة كان في تراخي من المدافعين، مو بس حسن الأتيبي يتحمل المسؤولية، تحملوه كمان مدافعين معه. تلعب الأوت طويل، يعني أقل واحد يوقف قدام اللي بيلعب الأوت بس يعطل شوي لما يرجع أسامة والمرشد، وهم تراخوا ورا في الرجوع. وصح جات حسن كان يقدر يتعامل معها أحسن من كده، بس اللاعب طلع ذكي، لف قد ظهره للمرمى وشاطها هدف حلو. بعدها سيطر الهلال، بس كانت فيه هجمات مرتدة خطيرة جدا، يعني لو كان في لاعبين خبرة في هجر كانوا قدروا يسجلوا هدف كان قدر. يعني جات فرصتين للرجيب ومحمد الخميس مرة ثانية جاته فرصة ثانية وسددوها برا. فهذه في خلل في الهلال من ناحية الدفاع، مو الدفاع كمان المحاور. طيب هذا يرجع إلى انخفاض مستوى هوساوي والمرشدي ووجود محور واحد فقط أمامه عادل هرماش، محور ولا واحد. إنه بس فقط لا، ومحور واحد وهرماش بيتقدم، يعني هو محور وكمان بيهاجم ما في غيره. يعني هذه بتسبب مشكلة للهلالية. أوكي عبد العزيز الدوسري هذا هم اللي هاجموا، هرماش المفروض يقطع يسلم. هذه مشكلة الهلال دحين. وهذا هذا يمكن اللي يوضح الرقم اللي سجله أو سجل على نادي الهلال. يعني تقريبا الهلال دخل في مرمى 12 هدف من بداية الدوري. صح. فهذه مشكلة، يعني شفناها في الهلال، هرماش بيهاجم كثير يبغى يصنع هو لعب، المفروض هرماش خلاص أوكي يلعب كمحور عشان محور واحد لاعبين. فهذه يعني اليوم انكشف شوية في الهجمة المرتدة، صرنا نشوف هجر، يعني بس لو عنده ناس خبرة أكثر من كده أو محترفين على مستوى طيب كان قدر يتصرف أحسن من كده. طيب بس طيب وش اختلف عن الهلال في المباراة السابقة والهلال في هذه المباراة؟ المباراة السابقة في فريدي طبعا مو يعني مو الفرق هذا اللي سواه، بس روح كانت تختلف. طبعا مباريات كلاسيكو تختلف عن هذه المباراة، مهما كان هذه المباراة الهلال صحيح بيخش ياخذ 3 نقاط، بس صحيح على الهلال مو 12 هدف، 14 هدف على الهلال. 14 هدف اوكي. شو اسمه لما تيجي تشوف الهلال، الهلال صح هذه المباراة كانت مهمة جدا له، بس تقريبا كل الناس يعني حتى الهلالية موقعين الفوز على مستوى هجر. طبعا اللي قدمه هجر يعني يمكن اليوم أفضل هجر من ناحية الدفاعية شوي. طيب التشكيلة اللي دخل فيها توماس دول للمباراة يمكن تختلف تماما عن تشكيلة مباراة الاتحاد، تختلف تماما عن تشكيلة المباراة اللي تسبق مباراة الاتحاد. عنده إصابات، عنده عيسى وعنده الفريدي لعب مهاجمين اليوم، لعب الكوري ولعب العربي. في بداية المباراة كان مقفلين عليهم هجر، يعني انت شفت هدف الدوسري 1-2 عشان قدروا يفككوا في وسط ال 18، يعني عرفت كرة بينية قصيرة هي اللي قدرت تفكك دفاع الهلال او دفاع هجر، او كان هجر مقفل. طيب الفرق اللي تلعب بتكتل دفاعي مثل ما شاهدنا فريق هجر يلعب بتكتل دفاعي يعتمد على الكرات المرتدة دائما، الفريق البطل أو الفريق المميز اللي يستحق الفوز هو من يبحث عن حلول لفكفكة هذا الدفاع واستغلال الفرص. أكيد أنك تحتاج إلى لاعب مهاري، تحتاج إلى أكثر من عوامل. هذه موجودة في الهلال، هذه موجودة في الهلال، يعني المهاريين اليوم كيف جاء الهدف الأول؟ عبد العزيز الدوسري 1-2 مع الشلهوب سوى، يعني أخذ الكرة على يمين وحطها في الزاوية البعيدة. هذه طبعا حلول فردية من اللعيبة، يعني كمان حاولوا من الأطراف ما قدروا، صاروا يعني يخشوا من منتصف الملعب. ويعني شوف هو لما جاء الهدف خلاص طمنوا الهلالية، حتى شو يعني بصراحة ما فرحوا في الهدف التعادل لو انتبهت، يعني ما كانت الفرحة اللي بس جابوا التعادل كانوا بيدوروا الفوز. طبعا الفوز اليوم فرق مع الهلال بحكم أن الصدارة واستفاد من تعثر الشباب، تعثر الشباب البارح وهو يعني شوف التعثر ده فاد الأهلي والهلال. يعني هم اللي خلاص دحين أي فرصة يعني الفرق أصلا النقط ما بين الأول والثالث اللي هو الأهلي نقطتين، يعني نقطتين ونقطة صح. عن المصيف اللي الشباب طيب فيصل خلنا نتحدث شوي عن فريق هجر. هجر لعب تقريبا حسب إمكانياته أمام الهلال. يا سلطان ما في شيء، يعني احنا ما شفنا تغيير في هجر الا الحارس اليوم يعني مصطفى ملايكة سجلوا مصطفى ملايكة، بس غير كده هجر نفس المدرب نفس طريقته بيلعب. اوكي مباراة ما حيقدر طبعا يهاجم فيها، ما استفاد من هجماته المرتدة، هذه امكانيات هجر. الهلال طبعا
لعيبة حلول فردية، هذا أفضل من هجر كثير. يعني ما هجر يعني زي ما تقول يعني طالع من درجة أولى، كويس أنه بيقدم هذا المستوى وبيسجل، يعني أفضل من الأنصار طبعا في الوضع الحالي. طيب كيف تشوف استفادة الهلال من لاعبينها الأجانب هذا الموسم؟ والله شوف يا سلطان، أنا لسه يعني الآن عدت 14 مباراة، أعتقد أنه وقت كافي للحكم على لاعبين أجانب. طيب 14 ولا يمكن يبغى لهم وقت زيادة؟ يعني شوف العربي دحين كم صار مسجل؟ تقريبا 10 أهداف الآن. أوكي تقريبا 10 أهداف، هو 10 أهداف فعلا. أوكي العربي يعني يعتبر إن نسبة كويسة اللي سجلها. بس أنا يعني كأنه رأس حربة مو مقتنع لسه في العربي بصراحة. يعني نجي ليش نتكلم. طيب يا سلطان يعني العربي مو بصراحة الآن مو مستوى يوسف العربي، هو الآن الثاني على ترتيب الهدافين، يعني الأول فيكتور سيموس ب 15 هدف، وهو ناصر الشمراني في المركز الثاني بعشر أهداف. السلطان مباريات العربي بينهي المباريات هذه يعني مع احترام الفرق الصغيرة، يعني ما بيبرز قدام الفرق الكبيرة. في مين سجل؟ لا سجل في الأهلي، لا سجل في الاتحاد، لا سجل في النصر، يعني مباريات الكبيرة المهمة ما بيسجل فيها، بيسجل يعني في الفرق. وهذا أوكي هذا رأس حربة وما نلومه وزي ما تقول، بس ما استفاد. يعني الهلال المفروض يكون محترفين وأفضل من كده. يعني أوكي هرماش كويس، عارف إيمانة ما شفناه كويس، يعني لدرجة أن طبعا أنت تعرف الجماهير دائما تقارن اللاعبين الحاليين باللاعبين السابقين. شوف مو أحسن من فهمت أنت رضوي، مو أحسن من رضوي. رضوي يعني كان عنده حلول كثيرة. رادوي في نص الملعب كان لما يدافع رادوي، يعني لما يكون في النص يعني اللي يختلف ان هرماش ادواره هجوميه يعني اكثر من هيدفاعيه. ايوه ادواره هجوميه تماما، يعني لو لعبوا اثنين محاور واحد ثابت هرماش كويس لما يهاجم. يعني عنده فنان هذا، بس لما بيلعب واحد ما يقدر يهاجم. يعني حجيله مباريات صعبه دحين الشباب الهلال، حجيله مشاكل لو لعب نفس الطريقه. وأيضا يمكن الهلال يشهد غياب في المرحلة المقبلة، غياب لاعبين الأجانب. شوف كل الفرق الحين هتعدي في مرحلة، يعني شفنا الاتحاد اليوم الإصابات، يعني عنده اثنين أو ثلاثة مصابين، الفريق ما شفنا أدى أي مستوى. هذه مشكلة الفرق كلها، ما في احتياط، عارف يعني. يمكن أنا بصراحة أشوف الهلال الأجهز وبعده الشباب في دكة الاحتياط. طيب أيضا الأمير عبد الرحمن مساعد رئيس نادي الهلال أكد على أن الفريق لم يظهر أو لا يظهر بمستواه الجيد أمام الفرق المتوسطة، بينما يظهر بشكل أفضل أمام الفرق الكبيرة. ويمكن هذا اللي علقنا عليه، أنه أمام الاتحاد والأهلي يظهر الهلال بشكل مختلف، معتبرا أن هجر نجح في تسجيل هدف مبكر وهو ما كان يبحث عنه، حيث لعب بنهج دفاعي طيلة المباراة مما أسهم في صعوبة تحقيق نتيجة الفوز، مؤكدا بأن مباراة الشباب ستكون مباراة صعبة نظرا لموقف الفريقين في سلم الدوري ومنافستهما على صدارة الترتيب. يبدو أن الأمير عبد الرحمن مساعد في تصريحه اللي كان للقناة الرياضية السعودية بعد المباراة، واضح من كلامه أنه ما في الرضا التام لا على مستوى الفريق ولا على مستوى اللاعبين الأجانب. يعني هو ذكر أيضا في تصريحه أن اللاعبين ربما أحد اللاعبين هذا بشكل مؤكد أنه سوف يغادر الأسوار الهلالية، وإحنا عندنا معلومات عن هذا اللاعب وين بيكون. هذا توقعك الخبر حقول أنا بعد ما نخلص تحليل مباريات حنبدأ في الأخبار التفصيلية أكثر. طبعا مثل ما ذكرت أنت الأقرب هو أيمانة، مو بالأقرب بل أكيد أنه أيمانة اللي سيغادر أسوار نادي الهلال، واللي بيحل مكانه هو اللاعب ويلهامسون. يمكن مباراة اعتزال الدعيع هي فرصة للمدرب توماس دول لمشاهدة ويلهامسون بشكل أقرب في أرض الميدان. فيصل تعليقك على أو يمكن أنت علقت على الأجانب قبل شوي أنك أنت توقعت أيمانة، يعني أيمانة ممكن نكفر الملف هذا يعني خلاص. خلاص وما عندك تعليق؟ ما عندي تعليق، ما في شيء يعني. طيب أيضا أذكركم مستمعينا برقم التواصل عندنا STC 84770 موبايلي 640-660 وزين 746-2622 اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه، والكنترول إن شاء الله بيرجع يتواصل معه. ما في وقت ناخذ فاصل،
بنكمل أخبارنا بعدين إن شاء الله ناخذ فاصل ونطلع نتصل على مستمعين وناخذ آرائهم في مباريات الجولة الرابع عشر من دوري زين السعودي. مساء الخير سلطان وكابتن فيصل، أحب أبارك لكل هلالي بالصدارة الطبيعية، ويا ليت كابتن فيصل ما يقول أن الدوري ضعيف ويكشف سبب الصدارة فنيا. هذه الرسالة من وليد من مكة. والله يعني احنا قلنا افضل فرق الان اللي بيقدم مو مستوى افضل فرق عندها لعيبه يعني اللي ممكن خلاص تنافس على الدوري. الاجهز بصراحه الهلال اولا، الشباب بعدين الاهلي. يعني الاتفاق طيب ما له حضور؟ لا ما اعتقد الاتفاق ما له حضور. اربع نقاط تفصل عن الصداره يعني شوف نتكلم صراحه هذول اللي حينافسوا بقوه. سلطان هي مشكله يعني الفرق الاحتياط. انت عارف يعني دحين في الدور الثاني حيبان، شوف بدأ يبان على فرق وفرق لا. دحين الغيابات تأثر، يعني انت عندك مثلا اليوم غاب الفريدي وغاب عيسى، في الشلهوب، في عبد العزيز، في نواف العابد، يعني في حلول كثيرة. عارف هذا اللي عنده احتياط كويس. باقي الفرق تعاني من هذا الشيء، الشباب عدم جاهز البديل الجاهز. امس ناصر الشمراني ما شفناه. الشباب امس تاثر وهذا ما تحدث عنه ايضا حسن معاذ، يعني طيب. قال تاثرنا بغياب الشمراني. طيب شفت يعني هذه بتاثر على فرق وفرق لا. يعني فرق عندها تملك احتياط قوي اللي هي بصراحه الهلال لو تشوف برا دكة البدلاء نفس الاحتياط، او حتى اللي برا التشكيله ممكن يكون احتياط، ممكن هذا يعني مستويات متقاربه جدا يمكن لا. طيب خلنا اقرا بعض الرسائل. فيصل ايضا عايض القحطاني يقول لو الهلال غير مدربه بيصير لعبهم افضل، الهلال نزل مستواه والسبب المدرب. صح بيهاجمونك لو هي لا صح. طيب ايضا في رساله تقول كلامك بخير وان شاء الله تكون سنه سعيده، وسلامي للجميع ان شاء الله ربنا تكون سنه خير على الامه العربيه والاسلاميه وان يعم الامن والامان بلاد الحرمين، ونشوف ان شاء الله سنه كرويه ايضا مميزه في ما يخص الدوري السعودي وايضا منتخبنا ان شاء الله يا رب، وتكون 2012 فاتحه خير لمنتخبنا ونتاهل ان شاء الله نتمنى. ايضا في المباراه الاخرى اللي اقيمت اليوم ضمن مباريات دوري زين السعودي في جولته الرابعه عشر اسقط فريق التعاون ضيفه الاتحاد في بريده بهدفين لهدف وعاد الانتصارات بعد سلسله من الهزائم المتتاليه، وسجل هدفي التعاون اللاعب حسين النجعي اللي تلقى تمريرتين من نجم المباراه بدر الخميس في يمكن اوائل الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الاول بعد انفراده بالحارس مبروك زايد وتمكن ايداعها في الشباك، اما الهدف الثاني فاتى بعد عرضية واجه بها المرمى الخالي، أما هدف الاتحاد فأتى عن طريق ركلة جزاء عبر البرازيلي ويندل في الدقيقة 81 من الشوط الثاني بعد إعاقة المدافع سلطان اليامي للمهاجم الاتحادي داخل منطقة الجزاء. بهذه النتيجة الاتحاد يتلقى الخسارة الأولى له بعد ثلاثة مباريات، فاز في اثنين وتعادل في واحدة وبقى في المركز الخامس بنفس الرصيد 21 نقطة، أما التعاون ارتفع رصيده النقطي إلى 12 نقطة في المركز الحادية عشر. فيصل المباراة يمكن اليوم وضح بشكل كبير تأثر نادي الاتحاد من الغيابات في صفوفه، إذا تحدثنا عن محمد نور تحدثنا عن أسامة المولد، لكن نفس الوقت الاتحاد يعني شاطر التعاون في عديد من أوقات المباراة، لكن التعاونين كانوا أكثر استغلالا للهجمات أمام المرمى واستطاع أنهم يسجلون هدفين كانت قابلة للزيادة. إذا ما ذكرنا أيضا العارضة بعد تصديها لتسديدة أيضا حسين النجعي صاحب الهدفين التعاوني. أول شيء سلطان الاتحاد احنا دوبنا نتكلم على الاحتياط. يعني قبل 4-5 سنوات كنت شوف الاتحاد عنده نفس الطريقة اللي كان فيها الهلال. اللي في الاحتياط تقريبا زي اللي في الملعب. يعني اذكر كاس اسيا اللي اخذوه الاتحاد النهائي اللي لعبوه في كوريا اللي قلبوا فازوا 5 كان برا الدكه سعود كريري، كان مو يعني شوف في الملعب مين فيه وشوف برا مين فيه، وهذول اساسيين في المنتخب. الاتحاد بيمر بظرف اللي بتمر فيه الانديه انه لا يوجد احتياط، يعني اذا غاب محمد نور واسامه الاتحاد شفناه اليوم. صح، وهذه يعني صارت يعني في انديه كثير. فهذا هو الاتحاد لازم يرجعوا يراجعوا يجيبوا لعيبه يراجعوا نفسهم لوحدهم ما حيقدر، يعني في هذه الطريقه ما حيمشي الاتحاد. طب لو تحدثنا فيصل عن الطريقه التكتيكيه اللي دخل فيها توماس كيك للمباراه. شوف توماس كيك تعتبر مثاليه بحكم العناصر اللي متوفره امام المدرب. هذا الموجود اللي عنده الاتحاد.
ولعب بالطريقة نفسها، لعب نفس يعني الموجودين، عارف ما يقدر يسوي شيء جديد يعني. اللي يبغى له شغل الاتحاد يبغى له شغل هو أكل شغل من أي ناحية؟ شغل إداري ولا لاعب؟ لا يبغى له شغل لاعبين إداري خليه على جنب، يبغى له لاعبين سعوديين في أي مراكز بالضبط يعني يحتاج. يعني اليوم مين شفنا؟ لو تيجي تشوف الأظهرة مو أظهرة يعني خلاص. إذا تكلم على الأظهرة، الأظهرة أنت تقصد أنها من النوع اللي يبرز مباراة وتختفي عشرة. إيه يعني اليوم غاب مش على السيد أوكي، الصقر ما بيلعب كثير، مناف إصابات، عارف يعني أنت عندك مشكلة في النص يعني. غاب نور ما في بديل لنور، أوكي لعب معان، لعب شو اسمه دغريري، أوكي هدول كويسين تلعب تديهم فرص، بس لازم اللي يكونوا معاهم زي نور، زي يعني أوكي نور دحين السنة الجاية ممكن ما يلعب، وممكن في شهر يناير يبطل، ممكن في شهر يناير يروح للجيش، يروح. مو هذا هو، انت لازم تلاقي حلول، لازم لعيبه سعوديين اقل شيء 4-5 لعيبه لازم لهم في الدفاع، يعني عندهم في الدفاع مشكله كبيره. طب من الابرز يعني ابرز المدافعين اذا جيت تتحدث عن مدافعين نادي الاتحاد رغم المستوى المتذبذب لهم في هذا الموسم؟ طيب انت أسامة ودفاع نادي الهلال، اسامه دحين لما بيغيب اسامه المولد بتشوف فرق في دفاع الاتحاد صح ولا لا؟ هذه مش يعني لازم يشوفوا لهم مدافع له وزن أسامة مولد، لازم يشوفوا لهم مدافع، لازم يشوفوا لهم محور ثاني. اوكي معن كويس، ابو سبعان توقف، سعود كريري كويس، بس هذول يرهقوا محاور، يرهقوا كروت، لازم يشوفوا لهم مع مهاجمين او مهاجم، يجيب مهاجم على مستوى اجنبي. يعني الاتحاد قدام ما في احد يعني اوكي الدغرير لسه خبرته قليله، الدغرير لاعب منتخب من الشباب والاولمبي. طيب ايضا لاعب التعاون او نجم المباراه وصاحب هدفينها حسين النجعي اكد بانهم كانوا عازمين على الظهور بمستوى مميز يمسح اخفاقات الفريق في الدور الاول، وكانت البدايه من لقاء الاتحاد اللي كان صعب نظرا لقوه الخصم. وايضا ذكر النجعي ان الفريق المقابل لا يستهان به، ولكنهم استطاعوا ان يلعبوا بروح وتفوقوا على الاتحاد من خلال تعاون اللاعبين. النجعي اكد ان هدفه في مرمى الاتحاد جاءت من خلال مساعده زملائه اللاعبين، واعدا بمواصله الفريق لتقديم هذه المستويات خلال المباراه. خلينا ننظر الجانب الاخر والفريق الاخر اللي هو تفوق في هذه المباراه، فريق التعاون. يعني المباراه بين ارضه او على ارضه ما بين جماهيره، استطاعنا يتفوق على نادي الاتحاد بهدفين بعد سلسله هزائم كان يعاني منها التعاون في الفترات السابقه، والهزائم كانت مقرونه ايضا بمستوى لا يليق او لا يروق لجماهير نادي التعاون. التعاون كان عنده يعني مشكله قالوا مع المدرب ومشكله اداريه، بعد هذا الفوز اتوقع انه هذا هتديهم دافع هيصيروا وضع افضل. طبعا فازوا على نادي زي الاتحاد، حتى لو كان الاتحاد ناقص اسم الاتحاد يكفي، اسم كبير، فريق كبير، فهذا هتعطيهم دفعة معنوية كبيرة. قايل لك تحت هيصير في المؤخرة هيصير مشاكل كثير، يعني دحين الفرق كلها هتنافس. يعني بنشوفهم الفيصلي أمس تعادل مع الشباب، التعاون فاز، يعني كلهم بدأوا خلاص يقربوا من بعض، وهذا يعني هتسبب مشكلة. طبعا الأنصار أنا أتوقع خلاص انتهى الموضوع. الانصار رسميا يعني انت تشوفها من الان؟ يعني انا اشوف صراحه الانصار اعتقد انتهى موضوع، بس اشوف الفرق الثانيه كلها يعني حتصير فيها، يعني شفنا حتصير فيها مشاكل تحت في المؤخره كلها قاعده تدور اي نقطه. طيب التعاون استطاعنا اليوم يلعب بتوازن ما بين الخط الدفاعي ووسطه وايضا هجومه، مستغلا اندفاع الاتحاد او بحث الاتحاد عن فوز صريح في هذه المباراه. كان لاعب بمنهجيه ثابته، يعني تلقى الدفاع منضبط وكان في يومه، ايضا محاورته في وسطه استطاع صناع اللعب انهم بقدر الامكان انهم يصنعون اكثر فرص ممكنه امام المرمى الاتحادي عبر الهجمات المرتده. الطريقه هذه دائما ما التعاونين كانوا يستخدمونها في الفترات السابقه وينجحون، في فترات اخرى كانوا يفتحون اللعب ويحاولون الضغط هجوميا مثل ما شاهدنا في مباريات الرائد، مباريات الديربي، في مباريات اخرى تجدهم يخسرون هذه المباريات. طبعا الاتحاد لما تلعب قدام الاتحاد فريق كبير لازم حتسوي التوازن من ناحيه الدفاع بصراحه. اوكي استفدت، عنده حلول التعاون قدام، يعني اليوم كان النجعي في بدر خميس، يعني عنده اللعيبه اللي تديك حلول، هذا اللي تستفيد. شوف هذه الفرق تستفيد خلاص من المرتد بصراحه. يعني هذا تقدر المدرب يقدر
يلعب على المرتد ويعرف انه في الهجمه المرتده حتكون خطيره ممكن تجيب هدف. يعني المهم تسوي مشكله للفريق الثاني. وهذا اللي سواه التعاون. يعني مأمن ورا وصار يلعب يعني من بعد النص خلاص يهاجم. يجي يلعبوا بحذر يقفل يحاولوا يعني يقفلوا لعيبة الاتحاد. أيضا اعتبر لاعب خط وسط نادي الاتحاد سعود كريري غياب عدد من الركائز الأساسية في الفريق سببا لخسارة الفريق الاتحادي أمام التعاون بهدفين. وذكر كرير أنه يعاني من غيابات عديدة في صفوفه تصل لسبع غيابات رافضا تعليق الخسارة على اللاعبين الواعدين اللي شاركوا في اللقاء. وذكر أن الفريق كل قدم مستوى لا بأس به وخاصة اللي ظهروا للمرة الأولى في بطولة الدوري. أضاف كريري بقول أن هدفي التعاون لم يفصل بينهما سوى دقائق مما سبب ربكة في صفوف الفريق وأسهم في تأخر هدف تقليص النتيجة مما جعل التعاون يتراجع ويقفل ويقفل جميع المساحات في دفاعه أمام المهاجمين الاتحاديين. فيصل نتحدث عن غياب فريق كفريق الاتحاد يعاني من غياب ولا يجد البديل الجاهز, هذه ما تعتبر مشكلة؟ هذا اللي قلناه قبل شوي لا بس كفريق يعني مثل الاتحاد ما بنقول فريق الاتحاد المفروض يكون عنده بدلة جاهزين. اوكي ما نقول لك نفس اللي في الملعب بس مستواهم متقارب جدا عارف, يعني لما تيجي تغير واحد ما يبان فرق كبير. بس اليوم باين يعني الاتحاد حتى الاتحاديين كانوا متخوفين من المباراة. ايضا الفحوصات الطبية اللي خضع لها قائد الفريق الكروي الاول بنادي الاتحاد محمد نور كشفت عن وجود تمزق في عضلة الفخذ بعد اصابته في لقاء الهلال الماضي واللي أقيم في الرياض. وأكد نادي الاتحاد في بيانه الرسمي أن اللاعب سيغيب لمدة 4 أسابيع عن المشاركة مع الفريق وبالتالي فإنه سيغيب عن 5 مباريات ستقام في دوري زين وهي مباريات اليوم طبعا ابتداء من مباراة اليوم أمام التعاون والفتح والرائد مؤجلة من الدور الأول والاتفاق والأنصار. فيصل تأثر طبعا غياب نور هذا مؤثر بشكل طبيعي طبعا في ظل عدم وجود البديل في نادي الاتحاد. ما في بديل ولاعب زي نور صانع العاب زيه فاكيد حتاثر هذا. طيب اذكركم مستمعينا الكرام برقم التواصل عندنا STC 84 7700 وموبايلي 640 660 وزين 7462 اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه والكنترول يرجع يتواصل مع العديد من الاسماء راحت عند الكنترول ان شاء الله. بس بنطلع فاصل وبناخذ بعد شويتين اخبار ونرجع ناخذ اتصالاتكم. صباحكم احساس بيني وبينك فيصل احساسك ما يخيب بس يخونه بعض الايام وانا زعلانه على خساره الاتحاد بس هارد لك للجماهير هذه رساله من عهود الخيبري. طيب نطلع الفاصل اول عندنا في البرنامج ونرجع ان شاء الله نتواصل معكم ونقول لكم اخر الاخبار وايضا تحليل فيصل بمحرز الكابتن المعروف الحبيب اللي صوته تعبان اليوم ونقول الحمد لله على السلامه وما تشوف شر ان شاء الله ونرجع ثاني مره لكم. فاصل لا تروح بعيد خلك على الموجه السعوديه الف الف ام متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الرياضي برا 18 معي أنا سلطان الغشيان ورافقني في الاستوديو الكابتن والمحلل الرياضي فيصل با محرز. للتواصل معنا STC 84 7700 وموبايلي 640 660 وزين 7462 اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه والكنترول يرجع يتواصل معه بمشيئة الله. فيصل صوتك أحسن الحين, جيب لك زنجبيل جيب لك شيء جيبوا له زنجبيل تكفون يا شباب ما ادري عاد فيه ولا نجيب لك شاي عدني ترى مضبوط ها شربت شاي عدني قبل لا تدخل. طيب يلا بالعافيه عليك ان شاء الله. ايضا ضمن المباريات الجوله 14 من دوري زين السعودي الفريق الفيصلي اسدى خدمه كبيره للهلال بافساح المجال له لتصدر الدوري بعدما نجح في كسب نقطه ثمينه خارج قواعد ارضه امام نادي الشباب في ملعب الامير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجوله 14 مثل ما ذكرنا لكم. هذا الكلام كان يوم الأمس وطبعا الشباب هو المتقدم عن طريق اللاعب حسن معاذ بالدقيقة
الحادية عشر من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية كانت داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طويلة كانت آتية من منتصف الملعب. أما الكرواتي داريو جيريتس هو من عادل النتيجة للفيصلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مجهود كان فردي من اللاعب. طبعا بهذا النتيجة الشباب يصبح ثانيا في ب 34 نقطة. أيضا الفيصل يحتل المركز العاشر ب 12 نقطة. فيصل لو نتحدث عن المباراة, البداية كانت قوية من نادي الشباب واستطاع حسن معاذ تسجيل هدف, يمكن بالإضافة إلى هدف عماد الحسن يمكن يعتبرون من أفضل الأهداف في هذه الجولة, لكن ما أن انقلبت الطاولة على الشبابيين خاصة بعد تسجيل الكرواتي داريو جيريت الهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول اللي يتاح للفيصلويين أنهم يدخلون الشوط الثاني بشكل أكثر ثقة, ويمكن زي ما يقول ضغطوا على نادي الشباب فترات كثيرة من المباراة, كان من المحتمل أن يسجل الفيصلي هدف ثاني. طبعا شفنا مباراة الشباب, كان بصراحة الشباب في البداية سيطر, يعني كان يبقى هدف اتمكن وجاب هدف, يعني بهدف مبكر بصراحة اتوقعنا كلنا انه خلاص الشباب حيمشي ويجيب هدفين وثلاثة شوية. الفيصلي بدأ يهاجم يعتمد على المرتدات لين جات فرصة داريو طبعا هدف جميل جدا وحطها في الزاوية البعيدة, طبعا سحب تفاريس وشاتها بقوة في الزاوية البعيدة هدف جميل. بعدها الشوط الثاني سيطر تقريبا الفيصلي على معظم هذا, حتى في فاول كمان لعبه اللاعب الأردني الأردني هشهش في الفتح شويك فيصل لخبط اللاعب الأردني لعبها في المقص أنقذها بصراحة القائم العارضة وضاعوا طبعا بعض الفرص. الشباب حاول يوصل لكن تيسير انتيف كمان كان بصراحة أمس من نجوم المباراة بصراحة كلنا ما كنا متوقعين أن الشباب يفرط في هذه المباراة. كثير طبعا الغياب ناصر كمان أثر على فريق الشباب, يعني ما في حلول, يعني كان مختار الوحده تقريبا راسه نزله فيصل السلطان ما قدر يعني استعد يمكن على المباريات او مشاركته فترات قليله بس يمكن اثر عليه. طيب فيصل طبعا جالس يطالع الشباب برا الاستوديو بيشوف وش يعرفون وش يسوون برا. فيصل لو بسألك عن مباراة الشباب والفيصلي, ان مستوى الشباب من بداية الدوري حتى نهاية الجولة او الدور الاول من انطلاقة الدور الثاني شاهدنا انخفاض كبير في مستوى الشباب, حتى المدرب بوردوم ابدأ استياء حول هذا الانخفاض. طبعا بعيدا عن الغيابات نتكلم عن العناصر الموجودة, كان بيحذر في كل مباراة وحذر من الفيصلي وصح المباراة في الرياض وممكن هذا أثر, وهدف الشباب يعني المبكر هو اللي سبب تقريبا مشكلة لنادي الشباب نفسه لما سجل الهدف مبكر خلاص, يعني في بصراحة صار ارتخاء في الفريق صاروا ضامنين وضع الفريق أضاعوا بعض الفرص لكن الفيصلي بعد ما جاب التعادل حماس اللاعبين في الشوط الثاني وصار فيه تخوف شوية من الشباب انه يسجل فيه هدف ثاني وكان هيسجل بصراحة. ايضا المدرب بوردوم يعني ابدأ امتعاضه من موضوع إقامة المباريات في العصر وذكرنا هذا أثر على اللاعبين بشكل كبير لأن أغلب مباريات الموسم تكون في المساء, احنا ناقصين يا بوردوم ترجعها في الليل وما نشوف مباريات. طيب وأيضا النقطة الثانية ذكر استياء أو عبر عن استياء بسبب أن لاعبين الفيصلي كانوا يضيعون الوقت وهذا ما استفز لاعبينه بشكل كبير, وذكر أيضا أن ضياع الفرص في الشوط الأول لمصلحة فريق الشباب هي من أثرت على اللاعبين في الشوط الثاني وذكر أن الخصم اللي يقصد الفيصلي استطاع أن بعودته في نهاية الشوط الأول أن يمسك في زمام الأمور في الشوط الثاني لأن لاعبين أيضا لم يقدموا أو لم يلعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني. خلنا نأخذها نقطة نقطة فيصل. ضياع الفرص في الشوط الأول اللي تحدث عنه بوردوم وأن احتمالية تسجيل فريقه لثلاثة أهداف في الشوط الأول هو من استنفذ أو استنفر مجهودات نادي الشباب في الشوط الثاني مقابل عودة لفريق الفيصلي. أيضا النقطة الثانية أن ضياع الوقت من لاعبين الفيصلي هذا استفز لاعبينه
هذه النقطة أنا أبغاك تعلق عليها بشكل أكبر. أيضا مباريات العصر أبدأ يعني أنتقد أنها تقام في هذه المباراة في هذا التوقيت. طبعا زي ما تشوف مباراة زي ما تقول أنه ضياع الفرص اللي ضاعت. أوكي أي فريق حتى الفيصل الشوط الثاني ضاع فرص. الشوط الأول طبعا من أول مباراة أول دقيقتين ضيع فرصتين نادي الشباب فرصتين محققة. بعدها بعد ما ضاع هذه الفرص سجلوا هدف. بعد الهدف خلاص انتهى كل شيء بالنسبة للشباب. الشوط الثاني أوكي جاتهم فرصة قوية مع لمختار فلاتة لكن التيسير انتيف شاء يعني أنقذها بصراحة ببراءة. بعدها انقلب اللعب كله لفريق الفيصلي. طيب طبعا لمواعيد المباريات مواعيد المباريات هذه على كل الفرق بتصير يعني طبعا إلا منطقة جدة عشان تعرف الرطوبة عالية وحرارة بس هناك الرطوبة الواحد يلا يمشي في الشارع هناك الجو بارد ويوم وبس وسط الأسبوع يعني نهاية الأسبوع وكل الفرق حتعدي على هذه المباريات. طيب يعني كلها بتمر في نفس الظروف. موضوع أن اللاعبين يستفزون لاعبي الفريق لما الفريق الخصم يضيع توقيت المباراة هذا شيء طبيعي. ما في طريقة ممكن يتعامل فيها اللاعبين لأن مجرد ما أنت تستفز في الملعب عرف أنك أنت ربما تخسر نقاط المباراة. هذه كرة القدم يعني المفروض المدرب رودوم يكون منطق يعني هو يمكن لما كان مع منتخب بلاده يكون متقدم هيضيع وقت لما كان يلعب مع فريقه نفس الشيء يعني هذه كرة القدم لازم المستفيد من الوقت يضيع وقت. طيب خلنا نقرأ بعض الرسائل فيصل اللي وصلتنا. طيب هذه سلطان. طيب صباح الورد سلطان حابة أبارك للعالم الفوز أمس وأبغى أقول لميعاد أختي ولا أختها ما انقطعت رسالتك والله من هذه الرسالة. أيضا صباح الورد أو سلطان وفيصل وين بتروحون بعد البرنامج؟ أتوقع فيصل حاجز على رحلة الساعة 2 شكلك تحب سفر يا فيصل. لا فيصل مريض وبيرجع بيته مسكيك ما عنده شيء وأنا بعد البرنامج بروح تعشى وبرجع البيت وين بروح. طيب خلنا أيضا علي سندي وأحمد سعد نوجه لكم تحية إن شاء الله أرقامكم أيضا ويسرى بالإضافة ليسرى والعديد من الأسماء اللي متواصلة معنا كل أسماءكم إن شاء الله راحت عند صديقنا وزميلنا وحبيبنا أحمد في الكنترول وهو اللي إن شاء الله بيرجع يتواصل معكم. نروح الفاصل جديد فيصل عندنا فاصل. طيب نروح الفاصل جديد فيصل ونرجع ثاني مرة نتكلم عن مباراة النصر والرائد ونجران تأخذ اتصالات والفتح لما نأخذ اتصالات على طول أول صح نرجع فاصل ناخذ اتصالات ولا يهمك نطلع الفاصل ونرجع ناخذ اتصالات خليكم شوي خليك على الموجة السعودية الف الف اف ام